السلام عليكم، تحية من قناة وصفات أم فدوى. نرحب بالمشتركين القدم وحتى جدد، نقول لكم مرحبا بكم. إن شاء الله محتوى القناة راه عجبكم، فقط ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. اليوم راح نشوفوا وصفتين، كيفية تحضير طبق شوربة عدس بدون لحوم يجي بنين يهبل، والوصفة الثانية مطلوع الميكسور يجي خفيف ريشة بمقادير مضبوطة. إذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تبخلونيش بلايك وبتعليق محفز كما العادة باش تشجعوني للمواصلة في منصة اليوتيوب. نتمنى لكم فرجة طيبة. نشوفوا مقادير الوصفة الأولى اللي هي شوربة عدس. عندي هنا 300 غرام تاع العدس، بعد ما نقيه ونغسله مليح تحت العين نصفيه ونعود نحطه في إناء ونغمر عليه الماء أو نعمر عليه الماء ونخليه يتنقع ولا يتنفخ مدة ساعتين على الأقل، بعدها نصفيه ونحطه هنا في الإناء. عندي حبات بصل متوسطة الحجم مسكرفجة، حبة طماطم تكون كبيرة مسكرفجة، مانيش راح نستعمل طماطم مصبرة. عندي أن بوكي تاع الكرفس، حبة زرودية وحبة بطاطا متوسطة الحجم. عندي تاني 4 ملاعق كبار تاع الزيت، من جهة أخرى كنت سكرفشت أو حكيت 5 فصوص تاع الثوم كما كنت تشوفون يكونوا متوسطين الحجم. عندي تقريبا نصف ملعقة كبيرة تاع الملح على حسب الأذواق طبعا. عندي نصف ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة معمرة تاع الكمون، ملعقة صغيرة معمرة تاع الفلفل العكري، وملعقة صغيرة ماشي معمرة تاع الكركم. من جهة أخرى عندي كرة تاع الشحم، وهذا الشحم كنت درت لكم طريقة تاع التحضير تاعو وطريقة الاحتفاظ به في المجمد باش نحضروا به جميع الأطباق الشتوية كيما اللوبيا كيما العدس اكسيتيرا. راح نتوجدوا الطريقة هنا في البطاقة الظاهرة أمامكم ولا في شاشة النهاية للفيديو. وهذه الكرة تاع الشحم هي اللي راح تعوض لنا اللحوم، إذا كان مشي متوفرة عندكم تعوضوها ملعقة كبيرة تاع السمن. الوغ نجيب لا كوكوط تاعي ونحط كامل المكونات بارد في بارد. اول حاجه نحط الزيت طبعا، نحط معها البصل، نزيد الطماطم، نحط معاهم الكميه تاع الثوم كما قلت لكم 5 فصوص ثوم يكونوا متوسطين الحجم على حساب 300 غرام تاع العدس. نزيد نحط العدس كما قلت لكم بعد ما نقعته ساعتين وبعدها صفيته. نزيد معاهم لو بوكي تاع الكرافس، الكرافس راح يعطينا بنه بزاف هايله للعدس تاعنا ولا حتى للوبيا. نحط هاد الحبه تاع الزروديه والحبه تاع البطاطا كيما راهم هكذاك، ونحط التوابل كيما قلت لكم الملح، فلفل اسود، الكمون، العكري والكركم. نحط لا كوكوط تاعي فوق نار تكون هادئه الى متوسطه، ونخلي هذاك العدس يتقلى مع البصل والطماطم وجميع المكونات حتى يتشرب هذاك لوغو تاع لي زيبيس او التوابل. نقليهم مده 10 دقائق مليح كما راكم طلعتوا. من جهه اخرى راني حاطه الكاسرونه تاع الماء يغلي، شوفوا هنا الكره تاع الشحم كيفاش تبدا تذوب ومن بعد راح تختفي تماما، وكيما قلت لكم هي اللي راح تعوض لنا اللحوم، راح يجي العدس تاعنا ولا كسوة تاني اللوبيا راح تجينا بزاف بزاف بنينه كوم سي رانا درناها باللحم. الوغ نمرق هنا العدس تاعي او لا كوكوط كيما راكم تشوفوا بالماء سخون، ونخلي هذاك العدس مع الخضره يطيبوا. انا في هذاك لو مومون كنت ندير تاني في المطلوع، ولكن في المونتاج ما حبيتش ندير لكم الوصفتين هكذا باش ما تخلطوش، حبيت ندير العدس وحده والمطلوع وحده. دونك بعد ما يطيب الخضره هذيك تطيب وطيب العدس كيما راكم تشوفوا هنا، واش ندير؟ نحي هذاك البوكي تاع الكرافس هو الاول، ونشلو بشويه تاع الماء سخون، نعاود نرد هذاك الماء لداخل، وبعدها نحي هذيك الخضره، نحي هذيك الحبه تاع البطاطا مع الحبه تاع الزروديه مع شويه مرقه، نديرهم في لو بول اميكسور. نرحي هنا الزروديه مع البطاطا كيما راكم تشوفوا، تحصلوا على اون بوري اللي راحين نعاودوا نردوها في الطاجين او في لاكوكوت تاعنا. من جهه راح تعطينا قيمه غذائيه، ومن جهه اخرى راح تعقد لنا هذيك المرقه او هذيك الشوربه تاع العدس تاعنا. كملاحظه اللي يحبوا العدس يكون حار تقدروا تضيفوا من الاول الفلفل العكري حار،
ولا تاني مع الاخير تضيفوا شويه تاع الهريسه ولا حبه تاع الفلفل الاخضر. هنا بعد ما نحركوا العدس تاعنا كيما راكم تشوفوا، نعاود نغطوا لا كوكوت ونخلوه يزيد يطيب مده 10 دقائق، راح يكون واجد. وهذا هو العدس تاعنا كيما راكم تشوفوا، في القوام تاعو يجي رائع، وفي البنه مع هذيك الحبه تاع الزروديه والبطاطا راح تعطيه قوام وتعطيه بنه بزاف روعه. نروحوا للوصفه الثانيه اللي هي مطلوع الميكسور. جبت الريسيبيون تاعي، حطيت فيه كاس تاع السميد رطب مع 2 كيسان تاع الماء دافي، نحط معاهم ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، ونحط معاهم ملعقه صغيره ماشي معمره تاع الملح. نجيب الميكسور تاعي ونخلط مده 3 دقائق حتى 4 دقائق. راكم رايحين تلاحظوا انه هذاك الخليط يولي نوعا ما فاتح في اللون، وتاني يدير لنا الرغوه كيما راكم رايحين تلاحظوا. وبعد ما الخليط تاعنا يولي بهذا اللون ويولي كيما راكم تلاحظوا فيه امامكم، راحين نحبسوا هنا الخلط وراحين نضيفوا بقيه المقادير اللي هي هنا من 2.5 كيسان حتى 3 كيسان تاع الفرينه على حسب نوعيه الفرينه والسميد اللي استعملتوهم. طبعا راحين نشوفوا المقدار بالضبط اللي استعملتوه. هنا في الاول درت 2.5 كيسان تاع الفرينه، زدت معاها شويه من خليط الخبز تاع حبه الحلاوه والسانوج، ودرت ملعقه كبيره تاع الزيت. نبدا كيما راكم تشوفوا نخلط، راحين تحصلوا على خليط او عجينه اللي تكون نوعا ما متلاصقه، تكون شويه جاريه، وراحين نبداو نضيفوا في كميه الفرينه غير بالتدريج. هنا جبت النص الثاني تاع الفرينه كيما راكم تشوفوا، نبدا نضيف فيه بالتدريج ونخلط ونشوف. العجينه تاعي هنا مازالها تتلاصق، دونك راح نكمل الكميه تاع الكاس، يعني هذا هو الكاس الثالث. وهنا لازم ننظف يديا باش نتحكم في قوام العجينه ونشوف كيفاش راهي. راني نشوف فيها مازالت شويه تتلاصق، دونك راح نضيف 2 ملاعق كبار تاع الفرينه راح تكون كافيه. راح نعاود نذكركم بالمقادير المضبوطه. هنا استعملت في العجينه تاعي كاس تاع سميد رطب، 2 كيسان تاع الماء دافي مع 3 كيسان زائد 2 ملاعق كبار تاع الفرينه، ولي زوطخ زانغغيديون اللي هما الخماره والسكر والملح وخليط الخبز تاع حبه الحلاوه والسنوج والملعقه الكبيره تاع الزيت. راكم تشوفوا هنا هذه هي قوام العجينه اللي تحصلت عليها. نحطها هنا فوق سطح العمل، راح ندخل فيها المقادير، يعني نعجنها شويه واحد دقيقه ولا زوج قسم هذيك الفرينه تندمج مع باقي المكونات. بعدها راح نلم العجينه تاعي ونحطها في الغيسيبيون اللي كنت دهنته بشويه تاع الزيت. شوفوا القوام تاع العجينه كيفاش تكون ناشفه متماسكه ولكنها طريه، يعني تكون سوبل في يديكم. كما قلت لكم نكوروها ونحطوها في الغيسيبيون اللي يكون مدهون بالزيت، نغطوها بالبلاستيك الغذائي، نزيدو نغطوها بسربيته، نخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها، يعني يتخمر مده 20 دقيقه هكذاك. وبعدها نعاودو نجيبو العجينه تاعنا نحطوها فوق سطح العمل ونعاودو نكسروا لها الخمور مده دقيقه هكذاك ولا ميم با، تعاودوا تكسروا لها الخمور ونعاودو للمره الثانيه نحطوها في هذاك لو ريسيبيون ونغطوها ونخلوها تخمر للمره الثانيه والاخيره. وبعد نص ساعه تاع تخمير تضاعف الحجم تاع العجينه تاعي كيما راكم تلاحظوا. راح نقسمها هنا على 2، نشكل الكرات تاع العجينه ونحطهم في هذاك السميد الرطب اللي كنت وجدته هنا في الغيسيبيون الثاني.
انا غنمد هنا كرة العجين بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. من جهة اخرى راني موجدة انتوغشون ولا سربيتات على المطبخ تكون نظيفة، نرش عليها شوية تاع السميد رطب ونحط الكرات تاع العجين بهذا الشكل. نخبز هنا كرة العجينة بكف اليد كما راكم تلاحظوا، بعدها نجيب الغولو ونسقم الدوائر تاع العجينة، بعدها نغطيها ونخليها تخمر مدة 10 دقائق. في هذاك لو مومون انا ندير الصينية او ندير عفوا الطاجين تاعي يسخن فوق النار، النار ما تكون زايدة ما تكون ناقصة، نخليه يسخن مليح وبعدها رايحين نطيبوا المطلوع تاعنا. اذا نرفدو الخبزة تاعنا بهذا الشكل، بعد ننفضوها شوية من هذاك الفائدة تاع السميد ونحطوها مباشرة كما قلت لكم في الطاجين اللي يكون سخون، وبعدها نجيب بيك ولا نجيب موس ونديرو الثقب في الوسط. هنا من با دقيقة غير تشوفوها نشفت من تحت تقلبوها باش هذوك الفقاعات اللي طلعوا ما يبقاو لكمش هكذاك بومبي وما تحمر لكمش الخبزة تاعكم. وبعدها راحين نقلبوها من الجهتين ونطيبوها عادي على نار متوسطة. بعد ما تطيب كيما راكم تشوفوا نحطوها فوق صينيه ولا امول، ولا نجيب هنا هاد لو شاليمو اللي عندهم شاليمو يديروا بيه، اللي ما عندهمش معليش غير فوق النار ويقدروا يحمروها من الجوانب. وتحصلت على هذا الخبز تاع المطلوع من اروع ما يكون كما راكم تلاحظوا. هذا هو الطبق تاعنا تاع العدس بدون لحوم بطريقه مبسطه حتى المبتدئات يقدروا يديروه. فقط الملاحظه اللي عطيتها لكم اللي ما عندهمش الكره تاع الشحم يقدروا يديروا ملعقه كبيره تاع السمن وراح تعطيهم طعم بزاف بزاف روعه وراح يكونوا فرحانين بالطبق تاعهم. بالنسبه للمطلوع جا خفيف 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 ومقطن من الداخل، فريمون من اروع ما يكون واروع خبز مطلوع. ان شاء الله تجربوا الطبقين. نقولكم هذه هي وصفتنا تاع اليوم او الوصفات تاع اليوم. اذا عجبكم ما تنسوناش بلايك وبارتاج. نشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله.